beauties and welcome back to my channel. So صار الوقت نعمل my monthly favorites video. ف هذا الشهر كان في كتير favorites, كان في كتير new products اكتشفتها, بس في كم product هيك مثل حبيتهم اكتر من غيرهم, وفي كمان products صار لي بستعملهم من 3 سنين بعدهم لهلا my favorites و they are mentioned in this video. بس احب تعرفوا شو هني هودي الholy grails, please keep watching and don't forget to subscribe to my channel for more and more videos. هحكي عن البرودكت بشكل هيك عشوائي, بس حتشوفوا الابليكيشن بهذا الفيديو عن غير عادي. حسيت انه احسن اذا بحكي عن favorite and you see how it looks on my skin in real life. ف anyway, اول برودكت هحكي عنه هو an all time favorite. يعني I think الكل شي لازم ينقل عند الفاونديشن اللي هو Luminous Silk Foundation. قد ما الفدور قد ما استعمل غير فاونديشن, I always come back to this one and I always go and stock هيدا الفاونديشن. مش معقول يعني وين ما اروح اي ديوتي فري دغري بلاقي في نمبر 6 and I just stock it. لو نمبر 6 بهيدا البراند هو او بهيدا الفاونديشن خصيصا لانه عندهم ألماني بغير فاونديشنز الشيدز ار ديفرنت, بس نمبر 6 من Luminous Silk, إذا أنتوا بشرتكم تجي على green undertone يعني بتجي olive, it's the perfect shade. بتخلطوا مع حيالة foundation تاني بدال olive, it's amazing. Anyway, since I'm tanned هلا لوني صار أغمق من ال 6 بمنيح, ف I mix 7.5 مع 10 وبطلع هيدا اللون اللي شايفينه هلا. المهم هيدا الفاونديشن هو من الفاونديشنز اللي قد ما تحطوا وتكتروا منه على وشكم مستحيل يطلع كيكي. It's always flawless, بيعطي الجلو السوبر حلو طبيعيه, نفس الوقت بغطي من ميديوم لفل حسب if you build it up. والحلو فيه كمان انه لما بكون حاططه I get a lot of compliments انه واو your skin looks so fresh and looks so radiant. يعني حكي عنه لهالفاونديشن لشبعان بكل فيديو I mention this foundation. طريقة توزيع الفاونديشن أول شيء بوزعه بحب ببرش, I buff it take it all over my skin and then I blend it with a beauty blender لحتى روح الفاين لاينز اللي بيطلعوا من البرش. بداين كل نهار, إذا عندكم بشرة دهنية you should set the T-zone بترانسلوسنت باودر, إذا عندكم بشرة جافة this is the perfect foundation for you. بيجي بكتير variety of shades, حلو بالشيدز تبعونه إنه من البينك لليلو للجرين, بس منن هيدا الأوفري الأندرتون تجي سوبر واضحة, بالعكس blends perfectly مع your skin. يعني أنا I'm olive هلا حتى يلو أندرتون على وشي but it blends perfectly يعني anyway. وهو بحس الفاونديشن الواحد مثل ما قلت لي عنده شيد الأوليف بالماركت, هذا البرفكت أوليف نمبر 6. ف that's all I wanna say about this holy grail. مش معقول شو حلو لكل أنواع البشرة فيكم تستعملوه وخاصة البشرة الجافة, و try it عن جد try it, you have to try this foundation. تاني شي حأحكي عنه هو هيدا الكابتشر يوث جلو بوستر من ديور. هيدا السيروم بحطه قبل ما بلش الميك اب, يعني بيكون هيدا أول ستيب بماي سكين كير in the morning, الصبح بستعمله. بحس بيضيف هيدي الجلو الطبيعية والحلوة أو النضارة على الوش, وإذا ما بدكم تحطوا ميك اب فيكم تحطوه على وشكم, بيعطي كمان هيك مثل ما حابب تشوفوا على الفيديو, بيعطي جلو كثير حلو طبيعية للبشرة. نزلي ديور أكثر من سيروم, هيدا is one of my favorites من السيرومز اللي منزلينهم. فعندهم واحد كمان كثير حلو popular اللي هو البيجي لونه بينك, بيجي الماتيفاينج وان إذا بتحبوا المات فينش وإذا عندكم بشرة دهنية. أنا حدا ما كثير بيعتمد على برايمرز, يعني إذا بتلاحظوا بالميك اب تورز اللي بعمله كلهم على الانستغرام أو على سناب شات ما بتلاقوني بحط برايمرز كثير, بس هيدا is one of the very few اللي عن جد حسيتهم بيعطوا complexion حلوة أو بيعطوا فينش حلوة للسكن, وأخصا للبورز بيغطي ليهم بشكل حلو. ولأنه أنا عندي هلأ عماني ريسنتلي من مسام مفتوحة كتير على خدودة من هون, فهيدا اسمه Optical Illusion Complexion Primer من Urban Decay. بحط نتفة صغيرة وبزعه بس على هالمنطقة, ما تحطوا برايمر وتزعوا على كل مشكل على الفاضي, تحطوا بمطارح اللي عايزين تحطوا فيها برايمر. أنا عندي بورز هون ما بزعه على جبيني وعلى دقني وعلى كله, يعني it's waste of money and waste of product. فهذا كتير حلو من Urban Decay, منزلين أكتر من البرايمر, هذا my favorite one بيناتهم, وكتير حلو إذا عندكم بورز هيك صغار وبتكون تغطون. إذا بدكم هايلايتر ما تدفعوا عليه كتير مصاري, this one من NYX بيعقد. هلا عم تشوفوا بالابليكيشن, رح تشوفوا بالابليكيشن كيف دغري مجرد حطيتوه بيعطي هذا الفلاش على وشكم. اسمه Born to Glow باللون Break the Rhythm. مش معقول شو حلو, it's very strong, it's a very strong highlighter, يعني كتير قوي بيطلع بالدايلايت, وسعره مش معقول. NYX الحلو فيهم they produce really high quality products بس اسعارهم بتعقد. الترانسلوسنت باودر بالميك اب شيء سوبر تريكي, يعني يا بيخلي الميك اب يطلع فلولس يا بيخليه يطلع كيكي, في ينزع الفاونديشن وفي يجمل الفاونديشن. فكتير قليل الترانسلوسنت باودرز اللي انا بحبهم, معروف انه كتير بحب لورا مرسيه, معروف انه كتير بحب
شو اسمه لامير. لامير بيعقد اذا بدكم تثبتوا بس نفس الوقت الجلو ما تروح. يعني if you don't wanna mattify بتكون الجلو ضلها مثل ما هي، وبس بتكون ثبتوا استعملوا لامير ترانسلوسنت باودر بتعقد. وفي كمان شيء بحب اعمل فيه مثل بيكنج، بس هذا البيكنج الناعم اللي هو نارس باللون ايدل. It's a soft velvet loose powder. It mattifies للماكسيموم by the way. يعني بتخلي الميك اب يصير مات مثل ما كنتوا شايفين، بس بتعطي هذا البيوتيفول افي. يعني بتضيف لايت على الفاونديشن و you have to blend it very well. يعني اللون ممكن يطبع اذا ما دمجته مزبوط، بس كات ترانسلوسنت باودر بتعطي ضوء للوش وبتعمل ماتيفاينج افكت، يعني بتطفي السكن. This is an amazing powder. مش معقول شو حلوه باللون ايدن. في كمان بيعطي نفس الافي اليلو باودر من ماك بتعقد. هودي الترانسلوسنت باودرز اللي انا بحبهم. هلا هيدي هالشهر حسيت حالي كثير عم استعملها او عم برجع استعملها اذا بدي مات فينش بوشي. هلا حنتقل لهيدي المسكارا من بنفيت. هاي المسكارا منزلنا جديد وعملولها ضجة كبيرة اسمها باد جال بانج. كتير حلوة، كتير بتعطي فوليوم وطول كتير حلو. هلا انا حاطة لاش اكستنشنز ما حتقدر تشوف النتيجة، بس اذا بتتابعوا ماي ميك اب توتوريالز على الانستغرام استعملتها وقارنتها بنيو مسكارا تاني and all of you guys voted for this one وكتير حبيتوها. فحسة بتعطي عجل فوليوم فظيع، بتعطي كثافة فظيعة، طول فظيع، بس شوي ممكن شوي تطلع. يعني بتعرفوا لما اللاشز بصيروا كتير كلينجي على بعض شوي او بتكتروا كتير مسكارا، ممكن تعطي هذا الافي، بس في كتير ناس بتحب هذا الافي. وانا هلا هيك شوي حاسه انه عم بحبه زيادة عن اللزوم لانه ما طلع عندي رموش قد ما عم طلعش اكستنشنز، فبدي هذا الشيء اللي بيعطيني مثل الرموش قوية. فهالمسكارا كتير حلو اذا بتحبوا شيء يعطي طول وكثافه بنفس الوقت وشيء سواده كتير حلو قوي. كونتور للعين، نحن كلنا بنعمل كونتور لوشنا و sometimes بننسى كونتور العين. ويلي عنده عيون مبطنة هيدا الشيء اسمه كامل كوت من ماك، اللي هو البرو لونج وير بينت بوت اللي بيجي كريمي اي شادو برايمر او اي شادو بيس. بيجي لونه هيدا اللون التوبي اللي بتعملوا فيه مثل كأنه كونتور. ففيكم تعملوا فيه كونتور للعين او سموكي، مش سموكي، هيدا الشادو الخفيف لونه بيطير العقل اذا ما بدكم تروحوا لهيدا المكياج القوي. والحلو فيه انه لانه اتس بينت بوت ما بيتزحزح من محله، يعني بتحطوه يبلندت لما بينشف ما بيتحرك. It's like waterproof, heatproof, humidity proof. مش معقول شو حلو. عشان البرودكت الثاني اللي هو من شارلوت تلبري منزلين هلا عن جديد هودي الاي شادوز اسمهم اكزاجر ايز والثاني اسمها ترانسفورم ايز. الكواليتي تبعون هودي الشادوز والالوان والباي اوف تبعون الالوان مش معقول شو حلوين. شارلوت تلبري عن جد she's doing an amazing job when it comes to makeup. يعني بحسها عم تضرب كل الميك اب براندز بقد ايه قوية البرودكتس تبعولها. بس هودي الاي شادو باليت وحتى كل الاي شادو باليت عم بقولها بيطيروا العقل. ماي فيفرت من بين الاثنين هي الترانسفورم ايز لانه فيها هذا اللون اللي بيجي على اورنج وفيها هيك بتجي شوي وورم اكثر، يعني الوانها دافيه اكثر وانا بحب كثير هالالوان. فاذا بدكم اي شادو باليت صغار فيكم تسافروا فيهم وهين انكم تضبوهم بالميك اب كيت والباي اوف تبعهم بيطير العقل. تراي ذا شارلوت تلبري اي شادو باليت. هلا فتحوا بالكويت، اي ثينك حيفتحوا قريبا بدبي. بلبنان unfortunately ما في شارلوت تلبري. هلا حاحكي عن برودكت للجسم يلي هو من ماوي بيب، اكتشفته بي ال اي راندم. يعني كنا بدنا نعمل بروزاج ورحنا على تارجت بسرعه لحتى بس نجيب شيء سمرنا وشفت هيدا انا واز لايك اوكي ليت مي تراي ذس. بعدين انا حطيته على الانستغرام ما ضل حدا ما بعث لي انه هيدا احسن شيء استعملوه بحياتهم للبروزاج. اسم البراند ماوي بيب براونينج لوشن، مفروض انه بيعطي فاست دارك تان وبيصبغ البشره. لاحظنا انه لما كنت حطيته على ايدي صبغت ايدي شوي، بس عن جد عن جد اقوى شيء استعملته بحياتي للتسمير. يعني صرت سمراء بخمس دقائق، خمس دقائق اخذت لون. مش معقول شو قوي، ما بعرف وين فيكم تلاقوه بدبي، ما بعرف وين فيكم تلاقوه بلبنان، بس ابارتلي في كثير بدبي يعني بيعرفوا عنه لانه بعثوا لي مسجز انه وي هاف ات اند اتس اميزنج. فاذا بتحبوا تكونوا سمر وبفصل الصيف تكونوا عاملين بروزاج ما بيفهم، تراي ذس وان. هيدا عباره عن سبراي بترشوه على شعركم هو بلا المي، ولما بينشف لحاله بصير هيك لحاله بيعطي هيدا البيتش ويفز، يعني المسي بيتش ويفز بشكل كتير حلو. ما خليت سالت سبراي من حيلا براند ما استعملته، ولا حدا اعطاني نتيجه حلوه مرتبه الا هيدا. هذا الوحيد اللي اعطاني هي النتيجه الويفز اللي انا بدي اياهم، سبيشلي بعد ما قصيت شعري قصير. واكثر شيء حلو كمان اذا رايحين على البحر مثلا وبتعرفوا الواحد بتصير بتسبح شعره بصير ما بيقطع، ففيكم ترشوا على شعركم هون بلا المي من البحر وهيك مثل بينشف بشكل ساعتها مرتب، مش انه بصير هيك قده. ف That's my holy grail للشعر الشهر.
Perfume of the month لهذا الشهر كان Tom Ford Soleil Blanc. هذا العطر بقلبه كل المكونات أو النوت اللي أنا بحبها بـ perfume. بقلبه التوبروز اللي هو شيء يعني موجود بـ all of my favorite perfumes موجود التوبروز. بقلبه التونكابين. التونكابين بتضيف هذه الجورمان فينش يعني أو الأدبل فينش لحال العطر بشكل كتير حلو. بقلبه كمان شو قلبه كوكونات. بحسه فيه ريحة الكوكونات. هذا العطر يعني تخيلوا حالكم بسانتوريني او بميكونوس مثلا قاعدين عم تعملوا برونزاج you're so bronzed يعني كيف بتحسوا how would a Greek goddess smell like this is how a Greek goddess would smell like. حسوا عطر صيفي 100% يعني ابدا منه شتوي لانه كتير هيك بيعطي الفايب تبعون الصيفية. انا عم حطه تقريبا اسبوعين وقرب يخلص يعني تخيلوا انا بخلص قديد باسبوعين. فهيدا هو العطر اسمه سليب لام تمقلت من Tom Ford. فداست تجاز لفيديو اليوم ولا برودكت تبعون هذا الشهر اللي فات. اذا حبيتوا الفيديو بليز جيف مي ا لايك وكمان تقول لي بالتعليقات شو هو اكثر برودكت من اللي ذكرتهم لفت لكم نظركم او حبيتوه. وبدي اعتذر منكم على الضوء لانه ام تراينج تو سيت اب ذا لايت بشكل حلو لليوتيوب بس ما مش الحال صرت عم جرب شهرين يعني فهلا كانت الشمس ضاربه على وشي فلهيك الضوء عم بيخف ويقوى من جهه وجهه بشكل غير عن بعضه. anyway بلكت حكي thank you so much for watching وشوفكم ان شاء الله بماي نيكست فيديو.